أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. دافع الدكتور فاضل حلو رئيس جائزة موريكس دور عن مشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد في حفل الجوائز رغم وجوده حاليا في سجن على خلفية اتهامه بالاغتصاب. وأوضح لحلو في تصريح لبرنامج إي تي بالعربي أن قانون المسابقة لا يستثني أي متسابق بسبب ظروف قاهرة، حيث بإمكانه أن يحصل على جائزة إذا ما تم التصويت له. ورغم اعتقال سعد من قبل السلطات الفرنسية بتهمة الاغتصاب، أعلنت اللجنة اللبنانية المسؤولة عن ترشيحات الدورة 17 من جائزة موريكس دور المقرر توزيعها في مايو المقبل بالعاصمة بيروت عن ترشيح الفنان المغربي سعد لمجرد. تجدر الإشارة أن الفنان المغربي البشير عبده طالب محب ابنه سعد لمجرد أن يصوتوا له كي يحصل على هذه الجائزة لأنه بحاجة للدعم في هذه الأوقات العصيبة. وقد سبق وأن نشرت قناة أنس أوفيس فيديو لكيفية التصويت لصالح الفنان المغربي من الموقع الرسمي للجائزة. رابط الفيديو ستجدونه في أول تعليق. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.